أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة عالم أمين. إن شاء الله تكونوا بخير. في هذا الفيديو باش نقدموا موقع لربح العملات الرقمية، منهم سولانا، شيبا، وكذلك البيتكوين بحد أدنى بسيط جدا والسحب فوري. إن شاء الله في هذا الفيديو باش نشرحوا طريقة التسجيل، طرق الربح مع إثبات سحب شخصي على الفوست باي. لكن قبل ذلك ما تنسوش الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد يخص العمل والربح من الانترنت من قناة عالم امين، واللي عنده اي استفسار وتساؤل يجي متواصل معنا على الصفحة الرسمية الخاصة بنا عالم امين على الفيسبوك وحسابنا على الانستغرام، الرابط تلقاوه في صندوق الوصف. ما نطولش عليكم، الان نتوجه الى الموقع اللي باش نشتغلوا عليه في هذا الفيديو، واللي هو 3Sheep. ان شاء الله تلقاو رابط هذا الموقع اسفل الفيديو في صندوق الوصف. بعد الوصول الى هذه الواجهة، ما عليك الا تضغط على Get Start. باش نقوم بانشاء حساب جديد الان. بعد ذلك تكتب المعلومات الخاصة بك، منهم الايميل، اليوزر نيم، الباسورد واعادة كتابة الباسورد، وتنزل الى الاسفل، تكمل الكابتشر في هذا المكان وتضغط على ريجستر. مباشرة تدخل الى الحساب الخاص بك. مش تقدر تسحب من هذا الموقع، ما عليك الا تفعل حسابك بالايميل اللي كتبته عند التسجيل. كما قاعدين نشاهدوا الان اصدقائي، please confirm your email address to be able to withdraw. ما عليك الا تضغط على resend، تتوجه الى الايميل اللي سجلت به في هذا الموقع. كما قاعدين نشاهدوا هذا الايميل الخاص بموقع 3Sheep .biz، نضغط على confirm email address. مباشرة يتفعل الحساب الخاص بك. والان باش نقوموا بشرح طرق الربح من هذا الموقع، لكن قبل ما نقوموا بشرح هذه الطرق باش نشوفوا اثبات سحب. والان احنا في فوست الباي الخاص بي، وهذا اثبات سحب كما قاعدين نشاهدوا في 3Sheep، وسحبنا عملة سولانا تقريب 6556 ساتوشي من هذه العملة نورمال بايمنت في 4 جانفي 2021. باش نشوفوا طريقة السحب الآن، نرجعوا لحسابنا في 3Sheep، وكما قاعدين نشاهدوا التوكن الخاص بينا في هذا الموقع اللي هو 1106 احنا سحبناهم في يوم الأمس. الطريقة سهلة وبسيطة جدا لكي نسحب. احنا الآن موجودين في الداشبورد، ما علينا إلا ننزلوا إلى الأسفل، وكما قاعد نشاهدوا هذه الثلاث عملات نقدروا نسحبوا بها من هذا الموقع، واللي هي بيتكوين، الحد الأدنى للسحب 1000 توكنز، كذلك سولانا 1000 توكنز للسحب، أما شيبا هي مع الحد الأدنى الخاص بها نوعا ما مرتفع تقريب 50000 توكنز، وتسحبوا عبر الكوين بيز لأنه الفوست باي ما يدعمش عملة شيبا. يعني كما قلنا سحبنا عبر سولانا، ما عليك إلا توصل الألف توكن. وبعد قليل باش نشوفوا كيف نصل بطريقة سهلة وبسيطة جدا في وقت قصير. نمشي إلى الداشبورد، إلى الفوست باي، نضغطوا على ديبوزيت وناخذوا المحفظة الخاصة بنا من عملة سولانا. كما قاعدين نشاهدوا أصدقائي، هذه سولانا المحفظة الخاصة بنا، نضغطوا ضغطة واحدة فقط، تمت العملية بنجاح. نرجعوا إلى حسابنا في 3Sheep ونخليه كما قاعد تشاهدوا هذه المحفظه الخاصه بنا، وتضغط على ويدرو بعد ما توصل التوكن اكثر من 1000 توكن كانك باش تسحب عبر سولانا، وتضغط على الويدرو وسحب فوري كما قلنا. الان باش نشوفوا طرق الربح من هذا الموقع، اللي هما التوكن، يعني نجمعوا التوكن. انا كنت انشرت مع تفي، يعني انشأت فيديو قصير باش الشرح يكون سهل. واول طريقة هي الفوست، هي الصنابير، طريقة سهلة وبسيطة جدا. ما عليك الا تضغط على فوست في هذا المكان، تتوجه الى صفحة اخرى باش تشاهد اعلانات بسيطة، تكمل الكابتشر و نضغط على هذا الكابتشر السهل جو سوبر روبو، وتكمل الاعداد. هذه اعداد رومانية معناتها بالترتيب 7 4 6، يعني اغلبنا نعرفوا نشتغلوا على هذه الفوست. تكمل معناتها الارقام بالترتيب الصحيح، بعد تضغط على كولكت يور ريورد، وتتحصل على 65 توكن في كل 5 دقائق تقدر تطلبها وتجمعها. كذلك الطريقه كما قاعد تشاهدوا هوني جود جوب، وتحصلنا على 65 توكن في هذا الموقع. كذلك طريقه اخرى للربح واللي هي فاست فوست،
يعني في كل نصف ساعة كما قاعد نشاهدوا الآن أصدقائي، نضغطوا على فاست فوسد، عملية بسيطة جدا وسهلة جدا. كالعادة نكملوا الكابتشر ونحلوا العمليات هذه كما قلنا 8 5 4 ونختاروهم بالشكل الصحيح وبالترتيب الصحيح، ونضغط على collect report. كما قاعدين نشاهدوا أصدقائي، حصلنا على 12 توكن في كل نصف دقيقة تقدر تقوم بالمطالبة هذه. الآن باش نشوفوا طرق أخرى للربح من فري شيبا. أنا مع تسجلت زوز طرق فقط نربح منها، لكن باش نشوفوا الآن طرق أخرى نقدر نربح منها من الموقع هذايا. ثم الأوتو فوسد، يلزم تجمع إنرجي طاقة عبر الشورت لينك. نضغط على الشورت لينك الآن، عندما تتجاوز رابط مختصر تاخو الطاقة. كما قاعدين نشاهدوا أصدقائي، هذه كلها روابط مختصرة، يعني 41 رابط موجود تقدر تحله وتربح 4296 توكن، وتربح كذلك 123. يعني لكن هما تطلب وقت وجهد، في العادة يكونوا الروابط المختصرة أكثر تقريبا 55. أنا حليت في يوم الأمس 5 ولا 6 روابط مختصرة، وقت حصلت على التوكن هذه كما قد تشاهدوا الرابط المختصر هذا 125 توكن، وتاخذ 3 انرجي. ماذا بيك انت تشوف الروابط المختصرة اللي تعرفها اللي هي تكون سهلة وبسيطة جدا، تقدر تجرب وتحاول. اذا مش لازم نطول عليكم الشرح اصدقائي، نعرفوا نتجاوزوا الرابط المختصرة ونتحصلوا على التوكن ونتحصلوا كذلك على الطاقة في صورة ما انت جمعت تقريبا 10 انرجي. تجمع 10 انرجي، تضغط على اوتو فوسد وتاخذ 30 توكن على كل 10 انرجي انت جمعتها عبر تجاوزك للروابط المختصره. كما غادي تشاهدوا، ونقول لك ما عندكش انرجي كافيه انك تخلي لك وتسمع لك تربح بطريقه اوتوماتيكيه. كذلك هوني البي تي سي كانوا موجودين اعلانين فقط، كل اعلان 40 توكن 30 توكن. في الوقت الحالي ماهوش موجود اعلانات، لكن بين الفترة والأخرى تلقاو إعلانات، تضغطوا عليها تنتظروا 10-20 ثانية فقط وتربح 40 توكن. بالنسبة للتاسك ما ثم حتى تاسك نقدر نربحوه. بالنسبة للأوفر وول نعرفوهم كما الجيم أوفرتورو والعديد من الشركات الكبيرة اللي تقدم العروض، نقدروا نشتغلوا عليها في صورة ما وصلنا إلى ليفل 1 المستوى الأول. شخصيا أنا مازال ما وصلتلوش، يعني ما نجمش نضغط على هذا المكان ونكمل العروض. ننصحكم انكم تشتغلوا عليه في صورة ما وصلتوا للليفل 1. كذلك اصدقائي، هذه 3 طرق اخرى للربح. ثم الاتشيفمنت، انت والشغل الخاص بك في هذا الموقع. مثال وصلت لعدد معين، حليت اللي فوست، حليت الصنابير كما غادي تشاهدوا، كومبليت 30 فوست كليم تتحصل على 50 توكن و3 انرجي. بالنسبه للفوست كذلك 60 فوست كليم تتحصل على 100 توكن و3 انرجي، ونفس العمليه اصدقائي. لوتري ما يهمناش، الفايده هوني تتجاوز 25 شورت لينك تتحصل على 100 توكن و6 انرجي. صورة ما انت اشتغلت كل يوم تقدر تتحصل على المبالغ هذه في صورة ما انك تجاوزت هذه الارقام. كذلك هوني الريفرال مع رابط الإحالة، أغلب المواقع اللي نشرحوها وأغلب المواقع اللي موجودة عبر الإنترنت واللي هي ربحية نقدر نربحهم من رابط الإحالة الخاص بنا. كما قاعدين تشاهدوا 20% من أرباح أصدقائك الموقع يقدمها لك، ما تتقطعش من أرباح الأصدقاء كونك أنت حاولت نشر هذا الموقع. الموقع يستفيد، أنت تستفيد، كذلك صديقك يستفيد في صورة ما أنت جبت له موقع للربح. هذا هو رابط الإحالة الخاص بيك، ما عليك إلا تنسخه وتروجوا على أوسع نطاق عبر فيسبوك تويتر انستغرام، ولا تعمل فيديو كما قاعد نعمل أنا. أي شخص يسجل ويربح أنت تربح 20% بالنسبة إلى أرباحه. آخر نقطة واللي هي الليدر بورد، هذه مكافآت ومسابقات يقدمها هذا الموقع فري شيب، نصحكم زادة تستغلوها. كما قاعد تشاهدوا المسابقة هذه أسبوعية، هوني أكثر الناس عندها وصلت ليفل يعني 83 61 ما ياخذوا حتى أرباح. ننزلوا الأسفل لهذا اللي يهمنا. بالنسبة للنقاط الخبرة، أكثر واحد في هذا الأسبوع كما قاعدين نشاهدوا يتحصل على 150 ألف توكن، أرقام كبيرة أصدقائي. كذلك هوني الريفرر كونتست كما قاعدين نشاهدوا، الترتيب الأول يتحصل على 500 ألف توكن،
رقم كبير، رقم ممتاز. وهذه الترتيب مع الستة الأوائل، الأوائل هما يربحوا. بالنسبة للفوست كذلك، تحل فوستات أكثر تربح أكثر، كما قلنا مسابقات أصدقائي والموقع صادق ويدفع كما ذكرنا في أول الفيديو. نصحكم تشتغلوا على ليدر بورد كذلك، ونستغلوا على هذا الموقع نجمعوا العمرات الرقمية بطريقة سهلة وبسيطة جدا. صحيح الأرباح صغيرة، لكن نحاولوا نجمعوا العملات الرقمية وبعد نبيعوها ونعملوا تداول في المستقبل عندما ترتفع العملات إن شاء الله. كان هذا شرحنا الموقع فري شيب، إن شاء الله نتقابلوا في مواقع ربحية أخرى، ربح العملات الرقمية، ربح الروبل، الدولار، والعديد من الطرق إن شاء الله نسرحوها في المستقبل. مرحبا بتساؤلاتكم، باستفساراتكم، وكذلك بمقترحاتكم. على وفق الجميع وإلى اللقاء.